انظروا إلى هذه النجفات التي فوق رؤوسكم، بأي شيء مربوطة؟ مربوطة بسلسلة، كل واحدة منها مربوطة، والسلسلة تتألف من إيش يا إخواننا؟ تتألف من حلقات، أليس كذلك؟ انظروا، حلقات، كل حلقة لها وصفان، متمسكة بالحلقة التي فوقها، هي متمسكة بالحلقة التي فوقها وممسكة للحلقة التي تحتها، وإذا انفكت حلقة وقعت النجفة. لكن مين اللي بيوقع؟ الحلقة التي انفكت ومن تحتها أو وما تحتها، لكن اللي فوقها بيبقى موصول. فاللي بيفلت إيد شيخه هو بيوقع، شيخه ما بيوقع، هو بيوقع وبيوقع اللي تحته. إذا كان في حدا تحته منه بيوقعوا معه، وإذا ما في حدا تحته هو مسكين كان آخر شيء. فسيدنا الشاطبي في عقيدة أتراب القصائد في علم رسم المصاحف، من جملة عبارته يقول: والعلماء عرى. عرى، عرفتوا شو عرى؟ جمع عروة، فقد استمسك بالعروة الوثقى. شو قيمتنا بدون مشايخنا؟ شو قيمتنا بدون أساتذتنا اللي علمونا؟ نحن عايشين ببركاتهم، ربي عم يفتح علينا بدعواتهم. رب ذي ظهور ببركة مستور، ياما ناس مشهورين وما شاء الله الناس كلها بتعرفهم ببركة دعاء أمه اللي قاعدة بالبيت ما حدا دريان عنها، هي سبب كل الهيلمان هذا اللي ابنها ماشي فيه. وكذلك ممكن الواحد يكون له شيخ مغمور، الناس ما بتعرف شيخه، بتعرف فلان. هل بتعرفوا مشايخ ابن الجزري؟ انتو بتعرفوا ابن الجزري؟ يا هنا مشايخ ابن الجزري بهيك تلميذ، ويا هنا تلاميذه بهيك شيخ. فسيدنا الجزري بركة على أشياخه وبركة على طلابه. تتوفر جميع مؤلفات فضيلة الدكتور على الموقع الإلكتروني www.gawthani.com.